تفضل عرفي نفسك. انا مهندسه ناديه خليفه خطيبه مهندس حامد مشعل اللي اتخطف في مطار السعوديه وهو راجع من جده في مطار عبد العزيز بعد ما ادى العمره. طلب بعد كده تأشيرة السعودية علشان يطلع العمرة، اتوافق على التأشيرة ودخل السعودية، وهو خارج من المطار أخذوا منه الجواز وأخذوا منه الباسبور. وأنا في رأيي ده اختطاف اعتقال، لأنه لا وجهوا له أي تهمة ولا أخذوا ولا طلب أي محامي يجي له ولا قدر يتصل بأي حد يقول له أنا إيه المشكلة اللي عندي. ما فيش أي بني آدم ولا أي مواطن في أي حكومة ينفع يتعمل فيه كده. لو هو كان معاه باسبور أوروبي أمريكي عربي بأي شكل أي بلد تاني ما كانش يتعمل فيه كده. احنا قعدنا هنا في المعتقلات سنتين ما شفناش جنسية غير المصريين في الاعتقالات، ما شفناش واحد سعودي معتقل. النهاردة انا بسمع لأول مرة هنا ان في ناس ولادها معتقلين بقالهم 3 سنين هناك في السعودية. الطبيعي انهم يرجعوهم بلدهم وبلدهم تحاكمهم. لو هو النهاردة عنده مشكلة بلده ما كانتش طلعته، ولو هو ما لسه قوائم ما تشالتش من عندهم من على الكمبيوتر يرجعوه بلدهم. لكن ان النهاردة انه يتخطف بالشكل ده دي اهانة، وما فيش حاجة حصلت بعد الثورة. حامد محمد علي مشعل. التاريخ اللي احتجز بيه في السعودية كده 29/8 الساعة 2 الصبح. يعني آخر اتصال بيه كان إمتى؟ كان الساعة 2 اتصل عليه قال لي هم واخديني دلوقتي، قالوا لي إن أنا عندي مشكلة في الجوازات بتاعت جدة ورايح. وبعد ما قلت له طب قلت له اسألهم يا حامد أنت جوازات جدة اسألهم أنت هيودوك فين في جدة عشان اهلي يسالوا عليا. فقالوا راح الراجل قال له لا احنا هناخدك على جوازات الرياض، واللي موجود في الرياض دي الداخليه مش الجوازات. فقال لي اقفلي دلوقتي انا السكر عليه عليا واشوف وشكوا بخير ومش عارف ايه اللي هيحصل. احنا كان المفروض ان احنا فرحنا 6/9 وبالتالي طبعا كل حاجه باظت. ومش مهم مش قصه الفرح، قصه يعني ايه الاهانه دي. يعني احنا لو كده يرجعوه بلده يرجعوه، احنا هنا اللي يعني الحكومه تشوف ايه هو قصته. هو شغال ايه خالد؟ هو حضرتك مهندس معماري وعنده شركه مقاولات وشركه ديكار. هو كان طالع يعمل عمره ويعود تاني للجواز؟ ايوه طبعا كان طالع يعمل العمره ويرجع. طلع يوم 15 قعد 5 أيام في المدينة وقعد 9 أيام في جدة. شكرا، يجي بالسلامة إن شاء الله. شكرا.